parlant de création de contenu. قبل لا قبل ما يبدا لايف فريش على فاست ميس كيفهم اللي مقبلك فما بيت قالوا ميسك 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 سكرت وكل برجو لابس كل كلمه بركه ما نحبش نحل عليه دابا كان جيتوا الكلكم تتفرجوا في ميسك وتسمعوا ميسك راهي ما سكرتش لا 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 لا, 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 لا. خويا انا كي نحكي راني نجمع مش نحكي على العامة الشعب لا انا وياك اللي نسمعه نحكي على جماعه الببليسيتي نحكي على فوالا لوج فوالا على خاطر نرجع في التليبوبيل ماشي موديل ايكونوميك واضح انا باش نمشي توا انا ماشي تحب تاجك في ثنيتي لا لا معايا المدام طن عندهم سياره انا هو اللي مطيشك الكلب ايش تراقبك شباب محلكم محل قعدتكم امشيو كلكم فريش تفرجوا فيهم باش نحكيو في برشا مواضيع انتريسون تحيه للناس الكل تصبح على خير برشا بيزوات بيزو تحبوا الشباب اللي مفتاح يحب يصنع ديجا فيديو وكل شيء واللي عملنا فيك فيو حتى نورينا البوتنسيال بتاعك تحبوا الشباب اللي مفتاح يحب يصنع ديجا فيديو وكل شيء واللي عملنا فيك فيو حتى نورينا البوتنسيال بتاعك الشباب اللي مفتاح يحب يصنع ديجا فيديو وكل شيء واللي عملنا فيك فيو حتى نورينا البوتنسيال بتاعك شاي بلاش فرايش بيتس برودكشن كل شاي بلاش كانت تحب تركحها رد بالك صاحبي تسلحها كانت تحب تركحها كلم جوبا يجي دردحها يردحها شدحها خذ نصيحة نحي لكحها يردحها شدحها خذ الزيتي نحي البحر اللي يمشي في الشارع وما يسمعش صوت يكلمه من الحيوط يعتبر روحه غريب مش ترفع الغربة على الوجود يجب اللي عندك علاقة بالطريق والحلقة هذيك هي علاقة التاريخ تونس كلها تبدلت ولد إذا كان عنده شعر أكحل ولا شعر أبيض دي وراء وراء القوس يسميها بلاس لا فيجيري بلاس لا فيكتوار يا ساحة النصر كان فيها كاردينال لا فيجيري كاردينال لا فيجيري هذا جاي من لي بير بلان بير بلان اوردر كاثوليك اتعمل في الجزائر لا فيجيري عملوا له صبه هون وشادت في يده صليب 70 ans sont ceux de la présence française faut-il oublier pour cela que depuis 70 ans la route de l'avenir tunisien passe par la porte de France هاي
حاسس روحك تقزمت كي ضحكوا علينا الإخوان عامل مجهودك باش تعيش في تونس أرض الكفر والعصيان لبنات كاسيات عاريات الرجال يتبعون في الغرب جربت الحلول الكل أما يقعد بنات كلاسيك عاريات سافرات أستغفر الله حرية الآخرين تكرز إلى نقطة أنك تحاول تفجر روحك في السنترفيل ما تخافش لقينا لك الحل المناسب VR داوس أو الابليكاسيون VR 100% حلال والحمد لله البس الكاسك VR داوس وين ما أنتي وعيش عيشة مطابقة للي تتمناه نجم زيدة تزيد عليها البلوغين رمضان اللي بعدك على الشهوات الكل كيف يجي شهر الغفران مع VR داوس من اليوم ما عاش فما غض البصر خذ راحتك في الغزران مع VR داوس اقتصدت حتى كشيل 90% من الذنوب بمناسبة عيد المرأة حضرنا لكم البلوغين عورة اللي حلل صوت المرأة وينقص من سياحة اللي كثر من بعد الثورة بارك الله فيكم وشكرا تحت السماء الزرقاء الصافية شمسنا الدافية عوضة القمرة الطافية غذات سنبلنا وكبرتهم في صحة وعافية من أول الدنيا من قديم الزمان جيل ورا جيل عام ورا عام طورنا في موروثنا حسننا في منتوجنا وزدنا صنع وإتقان رغم الشكوك وبرشة حيرة شفنا المستقبل بعين كبيرة وزرعنا حبة في كل شيرة وصبينا صبينا صبينا هزينا قفتنا وشدينا ثنية ومشينا ورغم الرزن حمل الدنيا على كتافنا هزينا الولاء تبدلت والبندير هو هو اصبعنا ديما تحت السنة وكل بقرة تيح المضي وسكاكنا من بورقيبة البن علي للسيد لاخ من اللي تقصد السرة قعدنا متواصلين في 60 سنة متحين الفخ والخبز المرة طاحونة الأكابر صنع ورثناها على جدودنا طاحونة الأكابر جدا حزب النهضة اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فريش مرحبا بكم في فريش كنتوا تفرجوا في شلبق توا جيناكم ذياء وميمه ومسيو لوجاي اللي باش يكمل معنا ذي الاسم شوف ما بين شلبق وفريش لوجاي عملت لك زوز اسامي في شلبق انت لوجاي وي في فريش تو لوجاي لوجاي بالا بالا عظامي توا عظامي تقدقدق مرحبا بكم شباب على فريش برشا حاجات باش نحكيوا فيهم برشا حاجات في العالم حاجات في تونس باش نحكيوا على اللي صاير في فرنسا باش نرجعوا نحكيوا على الاكستريم دروات في فرنسا وي برشا جو العريبه باش نحكيوا على الحرب العالميه الثالثه اللي برشا مش فايقين بها ابا وي فما حرب العالميه الثالثه قاعده تسخن باش نحكيوا على اوكرانيا باش نحكيوا على روسيا برشا جو باش نحكيوا على برشا الربوخ اي باش نحكيوا على الصحفيين اللي تخبطوا في الشارع في تونس مالوزمون باش نحكيوا على القضاة والمنح نتاعهم زوج ملايين اللي تنحت لهم اوه من المنح نتاعهم الرئيس الرئيس نحالهم الزملين نتاعهم باش نحكيوا برشا حاجه اخرى باش نخدموها باش نحكيوا على الاستشاره أوكي. نتاع الرئيس الجمهوريه باش ناخذوا راي الشبيبه في ديسكورد وعنا لعبه جديده عندنا لعبه مش لعبه اللي من عند مسيو لوجاي اللعبه هذه باش نشوفوها نكتشفوها بعد نيش نقول عليها اللعبه شنو هاني لانسيت السومير ما غير قلت اللعبه هذه شنو رحب بكم شباب لوجاي رحبت بيك وسي بون يتفرجوا فيك الشباب من بكري وميمه مرحبا بيك فما شكون مازال يحب على الانستغرام تاعك الى نسيت عمره مش يخرج يظل يسيبوك نهار تكمل انت اللي مسمعنا صفاء ومن كملت الامتحانات البارح كملت ليزيكزام بعد عندي بارشا نعدي دونك توا رجعت فيها الروح بالرسم سي بيان نذكروا لي اخر لايف كمام اميمه جات بحذانا وهي لو لوندومان تعدي ندير رخلي وقصعت قصعت لي الكونيكسيون جيت قصعت لي الكونيكسيون ما عديناش اللايف يصير عندي والريفز قبل بثلاثه ثواني من اللايف باهي لوجاي صفاء الحمد لله مبايل ما يعني معاكم تعب غدوة عندك سفرة طويلة حسب عندي سمعت. سفرة وي مشي أنا والوالدة دزوا في دورها في البلاد مشي القرقنة مشي القرقنة بسوق بالرد شوية على السياقة ذيك عليش عندي بسوق أنت ويلزمك عليها وي
مش نجرب على ظاهره باش ناخذ السوسه باش نقولوا شد 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 بابا بيلت وليه بابا ما قال لي باش نمشيو على نابل يودع ليش اللي صورت سهله ديما قدام دوك لازم يرجع كرهبه عندي مشكله كبيره نخاف من السياق برمي عاودته اليوم عمل 10 سنين وانا نخاف من السياق تصور كي باش تسوق مسافه طويله باش تتسرح شويه الامور سورتو مبروك اللي جددت البيرمي ميرسي ميرسي عايش تصويره كفر. تصويره ايبيك نورمالمون تبارطاجيها معاهم في الكونت تاعك انستغرام تبارطاجيها تشوف ام مكسيكان فار من العداله الى عمل هكا هاوجي هاوجي عمل لي عطيني الكادر فيجيتيف هاك ما مشيت من غير لونيات باش يقول لي شنو عمل 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 هذا هي الفوتو بروفيل كاهو سي بون تعدي به به حاجه غراف قاعد يتلاصق فما هاشتاج وميمتين اوه سا في بور لا بديت نخاف مي بديت نخاف على على خبزتي معناها لو با معناها فهمت ولا باهي انا وياك كيف كيف لو جاي عندي ولا عندي اوه لا شويني الديل تعدت جمعه باهي وميمه حتى طرف شنو اكثر حاجه قبل ما نبداو في الاكتواليتي شنو اكثر حاجه شدت انتباهك في الجمعه هذه حاجات ما اكثر حاجه من مشد انتباهي وهي الحقيقه حاجه ديما شاده انتباهي اللي في الجمعه هذه رجعنا نحكيوا على الواس 52 هو احنا راهو متغشين منها ورجعت العباد توقف زاد على 52 لا لا توتوك ولا زتلاك وي او احنا العباد يقول لك هذوما شبيبه تقول لهم سلام يقول لك الواس 52 على خاطر هذيك لا روتين نتاعنا احنا كل يوم عندنا اصحابنا يتوقفوا على خاطر جونتا كل يوم احنا فري فلين فري فلتين رانا صحيح تعبنا ما مكملين معناها في العركه نتاعنا ضد لواسا كوندو على خاطر احنا نمنوا اللي هي ماهيش عركه تعبيد تحب تتكيف العبيد تحب تستعمل مخدرات بينما هي عركه ضد السيستم اللي يحب يتحكم فينا بكل شيء نحب نقول راهو العبيد معناها اللي يتكيفوا ولا يو مهمش مجرمة ويظهر لي القانون مهمته يحمينا من مجرمة على كل واسا كوندو قاعد يصنع منا مجرمين صحيح سكيد غول اللي اليوم منعرفش الناس اللي تفرج فينا أكيد الموضوع هذا يهمهم الغريب اللي في البلاد هذي أنه تخفت شوية الحكاية معناه يقول لنا فما شكون كتب لنا طفل عمره 16 سنة على جونتا شدوه 3 سنين أما برامو في بيلي سلكت له منعرفش شكون السيد بالضبط أي أي جديدة يعني الحكاية جديدة برامو. جديدة زي الحكاية زي ما الغريب أنه ساعات تمشي هالموجة هذي متاع الإيقافات على الزطلة ومن بعد تودانكو تطلع للسمال تولي إيقافات ورا بعضها تتعدى بريود ما فما حتى شيء ومن بعد كان عاودوا يرجعوا وقتاش عاودوا رسموا كي تشد عبد مشهور شويه تكل بعضها باش تسال الحكايه ماهيش مربوطه كامل بالمشاهير راه فما عباد اللي تقريبا او كوتيديان اللي تعاني منه القانون هذايا مالوريزمون مازلنا حاجه سامحني جاي نقص عليك نتصور احنا بعديك باش نحكيوا على الاستشاره نتصور اللي في البارتي هي فما في الاستشاره اللي عملها رئيس الجمهوريه فما بارتي وين تجاوب على اسئله فما كسيات وفي بارتي اخرى فما المقترحات اللي انت تنجم تعطيها نتصور باش يكون حاجه من الحاجات اللي الشباب باش تحط مقترحاتها ومن بعديك باش نسمعوا شباب من ديسكورد نتصور اللي حاجه من الحاجات اللي يحب يبدلوا فيها اللي هي للوا 52 هذه اللي حطمت برشا اي رغم اللي هو رئيس الجمهوريه يا في ضد معناها تنحيط الوا 52 وما هو فما فرق ما بين انه فما دي بيناليزاسيون وما بين لا ليغاليزاسيون دونك اليوم اجا نحنا ما نقنوهاش اجا نحيو على الاقل العقوبه قطره تباسي خاطر سي غراف راه اليوم معناها فعندك اليوم وليد ولا بنيه على الاقل معناها عندنا 50% من الموقفين هذوما راهم حياتهم تتحطم يعني معناها مستقبلهم يتحطم كل شيء ما ينجم يعمل حتى شيء بعد ما يخرج من الحبس اي صحيح به نبداو جوست قبل ما نكملوا فما كان شفتوا البوب الباج دو بوب اللي عديناها فما شكون خدم بوب عالميه نسيت الاسم والله ما قيتوش ما بهمني فما نسينا عمل البوب المراول نتاع بوبلي فهمني خدمه طياره ترواديه تحفونا على الاخر حكيت معاه في الانستغرام شكرته على الاخر خدمته تحفونا نعلن الكونسيبت قلنا انه العباد تعمل لنا دي باج دو بوب فيك باش نحن نعملوهم دي ترانزيسيون وكل حب يجرب كونسيبت ويتعدى علاش ليه ونعمل لكم شباب باش تبعثوا لنا برشا دي كرياسيون نتاعكم سلسو نجمو نكملو نبداو نبداو بلاكتوين لاكتواليتي انترناسيونال لاكتواليتي انترناسيونال باش نحكي صاحبي على الحرب العالمية الثالثة ما ماتش برشا يحكيو على عندك باش تنزل هنا راك تحب تقول حاجة برشا يحكيو على الحرب العالمية الثالثة قال لي فازي ولفتها لي هو مقصوصة مقصوصة مش مشكل قدوغ مقصوصة الفازة الفازة
دونك نحكيوا على اوكرانيا اللي صاير في اوكرانيا. تعرف اللي روسيا بعثت فهمت روسيا تغزل اوكرانيا قول فاين قلتوا شهيت قلتوا شهيت عنده سنين هي خاطر اجي نفهموا اوكرانيا منها قرشه فهمتوا اجي نفهموا الناس اللي تتفرج فينا. اوكرانيا هي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي دونك اوكرانيا تعتبر اللي هي تابعتها واي تدخل واي محاوله للاستيلاء والا بس نفوذ على اوكرانيا ما روسيا ماهيش تسكت. اوكي لي بريميس هذوما فما فرنسا قاعده تحرك اسبانيا قاعده تحرك امريكا بيان سور دخلت في الحكايه وتتحرك هذه الكل على اوكرانيا. تعرف اللي الحكايه بدات تقريبا من 2006 2017 وين صارت ثوره سوف كو وذي حكينا فيها صباح كنت تذكر جاي سوف كو هما عملوا القصبه هبطوا للوين فما الحكومه نتاعهم. نحن بعد بشهرين تفضت البيعه والناس كل روحت هما هبطلهم الجيش وبسلاح وقتل في العباد دونك صار ما بليش بال المعلومه هذه اي بيان سور صارت يعني دي كونفرونت مع المواجهات مع الجيش كانت وفمت فيها عباد وكل دونك ان انجو اليوم بين البلدان الكبار اوكرانيا فما شكون حتى يحكي. احنا حكيناها شويه بتفادليك حكيت الحرب العالميه الثالثه ما بالحق اليوم بريميس نتاع حرب عالميه ثالثه في على خاطر على اوكرانيا والحرب اللي صايره ما بين الحرب اللي ماهيش حرب بسلاحات وكلما حرب في بلايص اخرين. شوف مثلا الحرب في سوريا حرب بالوكاله بلدان قويه حرب في سوريا اي تعبت روسيا في ليبيا فما روسيا نذكر فما فرنسا نذكر السين نذكر السين وقت بشار يمشي بجنب بوتين جاء وجبدوه قالوا يمشي وراه اي فوالا تو سامبلومون اي تحكيش برشا فريه ريجا يمشي من التالي باي 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 دايمين يسلم عليهم تبارك الروح. دونك هذه معناش كان شنو رايكم في الموضوع هذا اميمه انا جست كنت مركزه معاكم جست قاعد نقرا في لي كومونتير جاوب مهدي مهدي لي كومونتير قال لي تحب نحاربوا تحب نحاربوا سيستم مع بعضنا نصور شويه مش فهمت انا مش مهم مش مهم نحاربوا السيستم مع بعض سينو بارابور لحكيت الحرب العالمية الثالثة وروسيا وأوكرانيا وما عليه نعرفش أنا حسيت لو تيرم متاع الحرب العالمية الثالثة نو نو تي بو با فير سا نحكيو على عباد خلات موت نحكيو على عسلامة تحب تعطي رأيك في حكاية أوكرانيا عندك فكرة؟ ما كنت تحكي بوليتيك تحبش تعطي رأيك في اللي صاير في أوكرانيا والحرب العالمية الثالثة روسيا هي أوكرانيا دونك تحب تفكها روسيا ما قبل تغور على العباد خاطرها قوة كبيرة وهم من الجموع يحكيوا معها خاطر الناس كل تخاف منها دونك اذا لم تستحي فافعل ما شئت ترى فاز سي بون ميرسي سي لايف ميرسي ما عادش نحكيو على الحروب سي فيني ما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش الفاز هذا ما تمشيش مش فهمت انا مش مهم يعني تعدي سينو نحس لو تيغم تاع الحرب العالميه الثالثه كانه مبالغ فيه معناه ليه هي معناها نحن يعني كانها التفدليكه مي فما اللي زاناليز يقولوا لي اليوم دي بريميس نتاع حرب معناها موجوده في اوكرانيا وكذا لا اظن نحكي توا على فرنسا ما نعرفش فرنسا شباب نتعداو نحكيو على فرنسا وي باه في فرنسا يتعاركوا شكون راسيست اكثر المترشحين للرئاسه في بالي كان ليك شاده الحكايه لا 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 فما فاليري بيكريس فما مارين لو بان يعني عندك الشوا اليوم لي ماغريبان غادي كاسكي ريسك سيريوزمون بالحق ما نتصور فما جيري تفرج فينا توا غادي هو شوف يعني وانا برجوليه فريد ما ذبيني مشيت له في لا فرنسا عملت مشيت ليش شوف هذا كل تفرج فيهم الجاليه الجاليه اللي غادي خاصه المسلمين نحكيو معناها خاطر غاديك ولا ديبا ما عادش نحكيو على المواطنه وكل ولا نحكيو على المسلمين كيف تسمع اليمين المتطرف الاكستريم دروا تسمع إيريك زيمور بيكريس ولا مارين لوبان خطاب يفجع نحكيو على زيرو ايميغراسيون ما تجوش ما نحبش الراجل والبارح فما انترفيو في نتاع إيريك زيمور اللي هو مترشح نذكر الشباب اللي يتفرجوا فينا مترشح للرئاسه في فرنسا السيد هذايا اصله متزاي لقب زيمور ويحب زيرو ايميغراسيون بما في ذلك لي ايتوديون يعني قال ما عادش نقبلوا حتى ايتوديون ما تجيني لا تقرا عندي لا عليها من الاخر لا تجي تخدم في فرنسا ولا تجي تقرا يحب الراك هجره ما يحبش ديزيترون ما يحبش ديزيترون جاي يحكي على كي تبدا عامل جريمه وانت عندك دوبل ناسيوناليتي معناها تزيري ولا تونسي وعندك ناسيوناليتي فرونسيز مثلا تعمل براكاج ولا فازا نحيوا لك الناسيوناليتي نتاع فرنسا ونبعثوك لبلادك الاصليه بالروح فهمت دونك فما عركة شكون راسيست اكثر معناها اليوم في فرنسا نعرفش شنو رايك مسيو لوجاي بيسك انت توي فرونسي كمان مش فرونسي متاثر برشا بالثقافه الفرنكوفونيه خدت سامبلومون كيفاش احكيو ما وي با وي واش جو ديس كوزان با تو كاس لا ديكو نو 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 سي نو تي مينيرف تي ملي بريز
tu me tapes sur les nerfs. Tout simplement, qu'est-ce que je fais ça? Le marbre, c'est vraiment qu'il joue le blase et haïha. ونفهم اللي برشا فرانسيس ولا ويمنو بيه لو غران شانجمون لو غران ريبلاسمون نمشي جي وقت اللي هما المينوريتي ولا ربهم الاكثريه بون انا اقوى جمله قالت في السابق ماذا بيا يربحوا الدروات باش العباد اللي فوتت النهضه تروح ما فوتت النهضه ما تحب على الدروات اي شباب ايش خذ الدروات عندنا تحطوا معانا كيف دونك انا ديما ضحكني فاز العربي يفوتوا دروات في بلدانهم وكل شيء برا ما يحبوش دروات تربح خاطر ما تساعدوش ما يساعدوش قص يا جيب يا راجل سميتها معناها سميتها يعمل فيه العربي يفوتوا دروات اي انا خد سمعت عباد في فرنسا يبدا عايش في حياته كل في فرنسا يبدا شيخ بالتحرر ويجي تونس تونس التوانسة تسيب ولا عليه وغير الأخلاق يا ولد الكلب والله نحصرك نبدا نهز فيك بالمشط معناها تحب غادي مسيب وتحب لهنا نرجع تتخانق بالعفة أول واحد ندور على الجمل وندور على الجمل ونشرب بوكا وتجي تقول سي سا لو بلاد كيما مصطفى وقت اللي مشى المغرب سي سا لو بلاد بصح تو هكا تصور برشا عباد تقرا غادي تعرضوا العباد كيما هكا بيان سور فما شكون يقول لي برا عرس والله سيت ان اوردر تو لو جاي برا عرس كملنا وما مشنو رايك انا انا رايي اون فيت انا الحقيقه رايي اللي لا خوف على العرب في فرنسا على خاطر ما همش شويه معناه ابخي تو زيمور ولا العرب ما عندهم ما يصير لهم دونك في كل انتخابات هذول في فرنسا يصير لو ميم ديبا نفس الحاجات براتيكمون يتعاودوا دونك جاوهم به كيف مع بيد نبكيو عليهم رانا نحن هما وي نحن نبكيو على وضعنا نحن عندنا انتخابات ديسمبر ندرو شكون باش يطلع شكون جاي شكون رئيس شكون رئيس الله اعلم كما قلتش الكلمه السحريه دونك نتعداو الخبر الثالث في نفس اخر خبر في الاكتواليتي انترناسيونال في العالم نشوفوا الشباب اللي يتفرجوا من على عرفوا التصوير هذه سي داعش خفتت شوي ما عادش نحكيوا عليها كمان انا في نموذج تيك توك تيك توك صار سوف كو في عمليه ارهابيه معناها صارت ما عندهاش برشا صارت عندها نهار البارح نحكيوا البارح اقل حتى من 24 ساعه فما عمليه دخلوا داعش دخلت الحبس في سوريا فيه آلاف اللي كانوا معاها ونجحت انها تستولي على الحبس هذا في سوريا وهذه حسب اللي يراقبوا في الوضع في سوريا ويحكيوا على داعش هذه اخطر عمليه قامت بها داعش منذ سنوات دونك الخطر نتاع داعش قلت لي سي بون راهي كانها موضه عادات ليها رجعوا نحكيوا تقريبا في بالي معناها فلوس موفات السجن نحكيوا على حبس الحبس هذا حبس غويران الحبس غويران في سوريا تقريبا فيه 3000 مسجون داعشي وكلهم من داعش رجعوا الطرح معناها هما دخلوا الحبس كلهم دوتي تمشي تمنع صاحبك خرجوا 3000 داعش هذوما و دونك ماهيش موضه كيف تحكي انت لو جاي التصوير هذيك الناس الكل تعرفها اللي مر درابو هذاك الناس الكل تعرفه مشيت مده الناس الكل تحكي عليه حتى احنا في لي ميديا في تونس تحكي عليه وكل وتو ما عادش اما مالوريزمون بداو بالهجوم هذايا بداو يرجع هذاك اش ناقصنا رجعنا داعش هذاك اش ناقص هذاك اش ناقص هذا وضع تو هذه حياتي شنو رايكم شباب والله داعش يعطي الصحه يعطي الصحه لحاجه كيفاش مكبشه وما سلمتش وما زلت واقفه وما زلت تضرب في فلوس من عشت مولاتها منين تو هذا من حقك تنجمش تعمل اورجانيزم كيما داعش ما عندكش فلوس جايه من برا معناها سورسو ان شاء الله يتفقوا من بعضهم نصور روسيا كتقول لها كفا مجموعه داعش برا جرب السلاح نتاعهم يمشيو خاطر ذكر انكدوت نسيت فما باتو روس تقول ينزل نعود لك ليه معاك ينزل يلعب باه تصور ذكر انكدوت وقت روسيا يمشيو في البحر نسيت انا هم البحارات هادو عليهم دي بيرات صوماليا البيرات هادين اوكي ويراو في طنك معناها اسمه اللي يضربوا بيه بلونس دارت لهم اوكي قمرتهم وضربوهم وشيخ الولاد وليا جابوا في سلاح ماتوا دونك وميمه والله الحقيقه راهو الحكايه سعيد اول مره نسمعها خاطر انا بخاتي مو كنت في حبس البيريود اللي فات يا رسول سوا اللي ما نضيف نقرا يعني ما نعرف شي يصير على الحبس نتاع داعش اما ما يظهر لي نكمل اكمل كم لعبه فازه سكر 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 نو 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 قدور نو ما تسكروش هذه سي مون ايميسيون مون فرير نو ايش يعملوا بي هذاك فازيت فسر لها هذا خصو ننزل تعمل حزه تعمل فازه بكري عملت له هكا كي هو قال حاجه باهيه ماني عملت له هكا
دي عزوي على روحنا لازم ننزل نكلم عبد ليه ليه نرجع لموضوعنا. هو كان باش يعملوا ميزا زور في البريود هذي ما عادش حياة بالرسمي معناه عنا عامين حياتنا واقفة من كورونا طب شرجع عنا إرهاب بقوة متاع داعش نجم حط موسيقى حزينة معناش موسيقى حزينة بعكس بنلعب بها جملة هذه الأكتواليتي انترسناش نوخ ثلاثة أخبار جوست فما أنكدوت حكينا جهاد فما شكون جهاد قال في ألمانيا جيت نعمل نعرف بروحي قلت لهم اسمي جهاد قلت لي كما جهاد كما في داعش لاك إزيس هو اي معناها جهاد الله غالب سقط فيكم جهاد الشباب مساك بدنا نسميكم جي جي باهي هذه الاكتواليتي انترناسيونال شباب نمشيو نشوف شنو صاير في تونس تينيزي اي في تونس باش نحكيو على القضاة قيس سعيد قرر نحيل المجلس الأعلى للقضاء بليتو قيس سعيد قرر نحيل المنح والامتيازات نفسروا الناس مش يلعب في لعبة ماستر بتحط القضاء ضدك مزمرة فما أندباء على خاطر السلطة التنفيذية ما عندهاش حق تدخل في السلطة القضائية حتى في الظروف الاستثنائية اللي نحن فيها أما نحالهم تقريبا حكيت أكثر شوية من زوز ملايين منح وما نعرفش قد فوالا لو قادوغ عنده المعلومة زوز ملايين 383 هذه صارت كانت منحة مش شهرية هذه منحة منحة وامتيازات اي خاطر هما راهم ديجا وعندنا حالة ما نعرفش ظهر لي أكثر من ما نعرفش قداش من إيتر إيسانس برشا هذيك هي اللي صدمتني فهمت دونك هذوما اليوم معاود رجعوا الدباع على القضاء راهو مربوط بالحكاية للواسان كوندول 400 إيتر إيسانس فوالا لو قادور مركز مع القضاة دونك القضية كيف النذية الحقيقة ولا بوليميك كيف النذية ترجع الحديث على القضاة والقضاء في تونس ولا مربوطة بالألوى 52 مربوطة بخاطر الجانب التشريعي مهم ياسر وفي ظروف استثنائية اسكو تنجم تبدل وإلا لا وميما بكر حكاية قال قيس سعيد راهم ضد انه يتم ضد يتنحى للألوى 52 بالعكس اي ضد البيناليزاسيون هو اصلا يحب يتولي فما العقوبة اشد يعني معناها يحب يعدموا لك ينتكيفوا مش نحن الشباب وخيسون ومتيانا ونحبوه اي ما هو راهو من الحمله الانتخابيه زي ما وقف اي هو واضح لا في بالي هو كونتر بروغريسيزم جمله معني مسك الموضوع ما اوكي ذايا شباب ملف نتاع القضاء المتابعه في الايام الجايه ولا به هاي ذي اذا انه عملت قبلك راه شوي بس ما عليش اسمع ما تسمعش هذا تسمعش قدور ما كنت علينا فيها شويه الصوت نتاع ليزي فيض الصف والله شكرا نحن انصون فوق مش لازم نسمعوا يا اخي نحن مؤمنين اصلا به وما مش رايك في الحكايه ذي به بالنسبه الحل المجلس على القضاء هو البارح ياسر قعدوا يحكيوا انه تم حل المجلس على القضاء وما تمش حل في ديما كما وضح ذي جوست قص عليهم المنح والله الدوسي نتاع القضاء والمجلس الاعلى للقضاء في حد ذاته يظهر لي متوقع يزيد بعد 25 جويليه يتخذوا ضده معناها اجراءات وكل نظرا للمشاكل نتاع القضاة ونظرا لمعرفش بخون باغ اكزومبل الرئيس القديم للمحكمه التعقيب معناها فريمون الدوسي كان يتحل ننسيوش في عنا قضايا في تونس ترقد بالسنوات قضايا وعنا قضايا يتحركوا في ثلاثة أيام دونك الحقيقة فما حاجة وكيفش نحكيو على تنظيف البلاد ولا مكافحة الفساد ما نجموش بزيدة ما نتعديوش بالسلطة القضائية معناها اللي هي تحكم تقول كبسة ذي معناها لو يدك بسرو هو ما حلوش ديريكتومون أما تتنحي المنح شو معناها أصلا فما شكون عنده مشكلة إنه رئيس كسلطة تنفيذية يحكي على السلطة القضائية فما مش دخلك فهمت وهذه حاجة للمتابعة زاد باه بخلاف القضاء باش نبقى وزيد ديما في نفس المشاكل بتاعنا في تونس نحكيو على الصحفيين اللي ضربوا في 14 جانفي اللي مرة أخرى الصحفيين يتخبطوا في الشارع أنا أقررت له 14 فرير سونتر فيل حاجة أخرى تارك استحاكم عمري ميلته في حياتي برشا معاش نتسمى نتعلميه أي الكامينة نتعلميه الكامينة نتعلميه البومبي البومبي اسمه البومبي الخرطوم نتعلميه ليه أنا ذكر 14 وقت يهبط ما فمش حكم أوتو نهايب شوية نحكي شوية على جنراسيون زيد اللي بشكون على موضوع الشباب وقيس سعيد غدوة تهبط الفيديو جينيراسيون زيت في بوبلي دونك جينيراسيون زي قدور قال لي خاطر إلى نسيست قدور يقول يحبها جينيراسيون زي كما دراغون بول زيد جينيراسيون زي تهبط في بوبلي غدوة إن شاء الله تهبط الأول إبيزود
اي ابيزود الوليد وتكتب في خدمتها حضر رويحكم قينا برشا لو جاي معناها قريب يقطع شعره معناها على جناسه زيد خذت لنا برشا وقت فيه وتغاضين على برشا خدمه اخرى لو جاي صحيح اخرهم توا معناها عندنا مش عندنا معناش تريلر معناش تريلر هلا غالبا خلطوش المونديو كما غدوه غدوه الغدوه تهبط الفيديو اول حلقه في السيزون 2 تاع جينيراسيون زي هكا قدور جينيراسيون زي قدور الاخر قال لي سيزون 3 سي تان ديبا سي تان ديبا يحكي سي تان ديبا انا كيف التكنيك تحكي معنا سايبه سي تان ديبا نقيب نقيب صحفيين عيط لها وزير الداخليه باش يحكي معاهم على الوضع نتاع اللي صار مع الصحفيين تقول هذا وضع طبيعي حياه وكاو معناها مازلنا ما نعرفوش واش يصير خاطر نقيب صحفي مش اول مره النقابه تحكي مع الكسواريا الجمهوريه ولا وزير الداخليه ما نعرفوش واش سهل باش تبدل حاجه ولا لا متفصل ما دام مازالوا الى حد الان يضربوا ناس مانيش نحكي مع صحفيين مواطنين عادين ايسك كلو الخبط في ميم سي حتى قيس حتى انتي قيس حتى انتي قيس ما عندكش الحق تضربه ما عملنا شيء حتى برو نهضة حتى برو نهضة اموره بيه وميم باش نعلق على الخبر هذي دوك بخوميغمون ما نجم نكون كان ضد اي اعتداء على اي مواطن بدم خرج في مظاهرة ولا خرج يعبر على راي ومهما كانت انتماءاته ومهما كان سبب الخرج عليه سوف كو عام ناول ما ماتش عام ناول خرجوا شباب كانوا ضد حكومة المشيشي وضد النهضة برانسيبالمون تضربوا توقفوا برشا قصر توقفوا عبيد على الستويت نفس البريود متاع سنة مارينيش حتى ربع تضامن من العبيد اللي قاعدة تدافع اللي خرجوا في 14 جانفي سنة دوك احنا الحقيقة نضامنوا معهم خاطر احنا عبيد مبدئيين امرنا ما ننسوش بالحق لا ننسى ولا نسامح ما ننسيوش على خاطر عمني ونما صليش تسمح ما يقول هنا بالبازة لا ننسى ولا نسامح هكا وقف هكا لا ننسى ولا نسامح جينجل اوكي والله مش راح والله مش راح يلك ستريم ديك والله باه اي كمل مش نكمل دونك ايفيكتيفمون كيما قلت احنا ندافع عليهم على خاطر هذيك احنا ما نمشي تبدلوا معناها اما الحقيقه كان بودنا كان عمليه ما تحرضوش علينا مش حتى معناها ما وقفوش بانهم ما ساندونيش وصلوا حتى للتحريض معناها انا اللي ضحكني انه تصور تبدا روحك حاكم نهار تضرب في النهضه نهار مغدا ما تضربش النهضه مغدا تضرب الشباب مغدا تضرب الشيخ تضربش روحك يودي شكون نضرب خاطر هو الجهاز التنفيذي في الدوله جينيرالمون ينفذ الاوامر تاع السلطه السياسيه اللي موجوده اون بلاس لو بوفوار ما يهموش شكون ما يهموش شكون دونك هذاك علاش شوف فرابلا نهضاج وفرابلا اكزيكيوشن تصير على اي بون حاجه باهيه معناها هما حاكم يخدم خدمته تخيل في الديسكسيون تاع النقيب تاع مهدي صديقنا مهدي جلاسي والوزير الداخليه ديزولي ما نجمش نروح سك نو دونك احنا دوله بوليسيه بامتياز معنا يتبدلوا يجي الاخر اللي بعده باش نقعدوا يدي حل يهديك المواطن هو اللي ياكل في الخبط وهو اللي يتمرمد وهو اللي يتوقف وهما ماشيين معنا احنا نعرف قيس سعد بالغير باش يهار ويمشي اما الدوله البوليسيه الدوله العميقه باش تقعد كيما هي وعمرها باش تبدل واضح باه اخر موضوع في الاكتواليتي دو لا سمان اللي هو من تقريبا بدايه ايامات عنده اللي هي الاستشاره واش نحكيوا عليها جاكمش اس ام اس توما بلي شباب اللي في الشات اللي جاهم اس ام اس كونيكتي على معاش كيفاش مكتوبه انت على الاستشاره معناها قيد في الاستشاره قيد في الاستشاره قولوا لنا جي ولا جاكم الاس ام اس ولا وزاد الشباب اللي ما نجموش يشاركوا معنا في الديسكورد فيها بس يقولوا لنا شنو المقترح كيمشي يشاركوا في الاستشاره هذه شنو المقترحات اللي يحبوا عليها معناها بالحق ديجا باش فما شكون كاتبين جي 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 دوك شباب اللي مبعدش تعديوا في ديسكورد الموضوع انه كل واحد للوا اللي يحبهم يتبدلوا ولا القوانين يحبهم يتنقحوا يقترح علينا فيزيون تاعو ونحبوا نشوفوا لي فيزيون تاعكم فين جي جي جيني وما نحبش نبعث اون فيتو ونحبوا نعرفوا زيد علاش تحبوا تشاركوا علاش ما تحبوش تشاركوا شنو ديجا اكتبوا لنا علاش تحبوا تشاركوا تنقراهم فرد مره شنو المقترحات اللي تحبوا اذا حتى في صوت ما اذا كان تحبوا تشاركوا شنو المقترحات اللي تشوفوهم تنجم تكون افيكاس معناها باش تبدلوا بها ديجا اول واحد ديجا بدل 52 اي فوالا باش يكون موضوع واحد من المواضيع اللي باش تجي برشا متصور في الناس اللي باش تقترح في الشباب خاصه باش يقترحوا حكايه لوا 52 دونك الاستشاره هذه اللي هي سوجي داكتواليتي تو بوغيت ما نعرفوش بوغيت ولا هكا مازال ما نعرفوش
كانت 24 ميل وبعديك تحت ولا 40 ولا 20 ما نعرفوش. من باريتش نتاع ريتش نتاع واحد عنده انستغرام عادي نتاع عبد عنده انستغرام عادي وصاروا اصحاب شنو صار ما ندروش دونك فوالا بلي جوست باش نقعدوا منظمين معناها قص 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 نقول قص قص ولا نقص قبل ما نحكيو على الاستشارة انا يظهر لي اليوم جيت مشارجية وفزي فتق مهم متغشى على الاخر على خاطر فيت هو السوجي كنا باش نحكيو فيه جمعة اللي فاتت معناها ومن بعد في بيلي معادش اكتواليتي الا انه مازال اكتواليتي هو موضوع عمر العبيدي. عمر العبيدي واحد منا شاب تونسي كان ينجم يكون اي واحد فينا اليوم لطف عليكم بيان سور. توفى 2018 بعد ماتش الكلوب ما توفيش وحده قتلت وزارة الداخلية إلا أنه دوسي عمر العبيدي من 2018 صاروا فيه تحقيق كان ياسر غريب تلمت الحكاية في ليلة الضحاها من بعد تلمت حتى التهم اللي تواجهوا فمش حتى قتل عمد التوجه قتل غير عمد وعدم انجاد شخص معني هذا في حبس ليه معني انت كم انت مواطن تعرض واحد قاعد يموت ما تمنعوش بعدين تعرفش تعوم تدخل حبس نون اسيستونس ا بيرسون دونجي فوالا دونك ميم با راهو توجه تهمه القتل العمد رغم اللي تقرير الطب الشرعي يقول اني عمر الله يرحمه قبل ما يتوفى تضرب على راسه بالمدرك وهو قاعد يغرق معناه ولا هو مهارب معناه اي لا رحمه كنا نعرفه لو هاشتاج سياتروس تصور عائلته معناه حاجة رامل داو مقهولي انا تصويرت امه اللي قاعد تخرج في التلفزة برشا مرات بعد الحكاية منيش باش نجم ننسيها معناه قاعد نعرف اللي عمر كان نجم يكون خويا كان نجم يكون صديقي كان نجم يكون اي تونسي نتمنوا ياخذ حقه في الجلسه اللي تعاملت الجمعه اللي فاتت ما المتهمين ما بحضروا دونك يا حالي ضحك في الحاكم قالوا تجي ولا تتعدى الحكايه سي بون سي خاطر النقابات الامنيه هي اللي تحكي في الحكايه هذوما الكل تعين الجلسه ان شاء الله في فيفري نتمنوا ياخذ حقه نتمنوا دم نتمنوا امه قلبها امه يبرد كي تاخذ حق ولدها والله يرحم عمر والله يرحمنا احنا من نجم نزيدوا حتى شيء ظهر بعد سي جراف خاطر اللي قضيه نتاع عمر هذه وقضيه نتاع القضايا نتاع برشا برشا شباب اخرين اللي بون راهو خزر اللي صاير على القضاء الدبال اللي صار على القضاء 10 سنين هذوما راهو بالحق نحكيو على شباب كيما عمر ناس تمشي تفرج في ماتش تروح يا اما ماكله تريحه والا تمشي تتمرمد تتوقف نحكيه على شباب يتكيف جونتا يشد عام حبس وذيك انا من رايي سمحني دي كمل هذايا راهو بالحق معناها في بلاد اللي تحب معناها تدعي انه هي ديمقراطيه وغيره راهو هذايا مش معقول وبالحق يلزم تكون فم العداله ترجع اذا كان نحبوا نحكي على دوله القانون المؤسسات ما كانش ندخلوا في غابه والله يرحم عمر كها ما نجم بالحق ما نجمش نزيد على كلام اميمه بالحق كنا نفدلك وكل بالرسمي على اميمه لا مونتي لا تونسيون ما نجم خاطر فكرت خاطر نجي ابوردي لا كيسيون الحقيقه بومال دو فوا في الراديو ما نجمش بالرسمي ما نجمش نزيد على كلام اميمه حتى شيء الحقيقه اي ما والله ما مش حكيت متغشه ما انا نعرف اللي عارفتي مش مشتوفه اليوم ولا مشتوفه كي يلقاو حق عمر بخطان خي عرك ضد سيستيم اخترت اني نكون فيها واخترت اني نحاربه ان شاء الله نهار حتى بعد 60 سنة من حياتي نكون عملت ديسكورد قاعد استنى اقعد هكاك بدل كادر عليان بدل كادر عليان بلي قدوا له تليفون بدل كادر يا ولدي بدل كادر علي اوكي ساعة قد لها ديسكورد بقى خلي قدو حكايه ديسكورد انا جوست قريت لي كومونتير فما شكون سل على الشباب مازال تحكي على الاستشاره دونك سي نورمال بلاتونس تزيدوا الفصلوك من الكونسيبت فما شكون سل زاد تنجم تشكي بحاكم في تونس وي مواطن معناها تنجم تشكي بوليسي او تصير حاجه من بعد خاطر نذكر قدش مره حاكم يمشيو للمحكمه يجيو الحاكم يسرقوها يخرجوهم تحكي ما صار شيء فرير نورمال على الاخر ازرق باي باي ولا اي سي تري غراف هو تيوريكمون تنجم تشكي تيوريكمون براتيكمون وي خاطر باش تمشي المركز على سلامه حاب نشكي معاك نعم 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 مبارك غادي وي مثلا كيما المراه اللي قتلها رجلها خاطر حاكم مشات مشكيات وما صالوش شيء نلنسيو ناخذوا اراء الشباب في ديسكورد تحبوا لا خلينا نلعب نحضر في لعبه وسع في بالي مقبل عليه تحب تلعبها على اللعبه صغير صغير هاي نلعبوا هاي اه يا سي قدور مركز باه
باش نعدي لكم تاو شباب دي فاكت ثم زاد في الديسكورد في الشات نجموا تشاركوا معنا باش نحكي لكم دي فاكت هيستوريك وانتم تقولوا لي اسكو صار ولا ما صارش هذاك علاش سميتها اللعبه صار ولا ما صارش باهي سيدي بسيدك التصويره الاولى هذيا امراه حتى ولدها في قفص والبر يقول لك في لي زاني 1930 لندني اللي يسكن في لندن كانوا يخليوا سخارهم كيكه في الشباك باش يتهواو يضربهم الهواء يضربهم الهواء فني باش يبرد حسب رايكم الحكايه هذه اكزيستات ولا نتصور وي صار تصور وي في لي زاني 30 وي اي صار صار شنو الشباب صار حسب مرة فيهم صار اي منعرفها معروفه ياسر هي الانكدوت فمش كون قال لي ايبا افكتيمون صارت كانوا يحطوا صغارها في الباركور وكان بعد يدخلهم في البرد نتاع لندن معناها وبعد يدخلهم في الـ في الـ في العشيه معناها اي ما فهمتش عليه هكاك يقول لك باش تضربوا البليزير هكاك باش يضربوا الهوات وصاروا ما هي تنظف الدار حطوا ولدك 1930 راه كيف اه وكان التصوير ظاهر عام 1930 ما كانوش عبيد يعني كانوا فبر راهو راهو قداش وقت 1930 الحاكم الطبيب يقول لك باهي دخان تكيفوا الاولاد حاضر انت عاد وقتها صافي نعم باهي تتفهموا تتفهموا بعض في هذه المعلومه باهي اها ما ماتش قطوسه هذايا هذايا لي نازي قال لك 1940 لي نازي عملوا نجموا يعملوا كروازمون ما بين نمر وكلب خاطر كانوا سايبين ياسر امور مور بيولوجي واحد ما عملنا مع الحلقه اللي عملناها على الاوشيرو اوشيرو تصور كان عطاو راهو عملها في مزبله التاريخ مزبله التاريخ حسب رايكم اسكو موجوده الحكايه هذه صارت ولا نتصور صارت اي انا ذكر رازمون بنيت نمر وكلب انا شو قول لي هما كيك ما عندي حتى ارض اي ني جودي اي تدي اي يبقى غلطه ذاك التيجر دو تازماني ذاك حيوان اخر حيوان سيت مات وقتاش هذول في الثمانينات ولا الستينات مش السبعينات اخر واحد خطفوه بكاميرا تصور وتوا ما انقرضوا في مير ما عادش فما اسمه لو تيجر دو تازماني مش لو ديابل دو تازماني تازماني اللي هي ايل صغيره في استراليا فيها التاز المشيكس اي نعرفها بدي انت مشيت لها باه السيد هذا عطيني تصوير السيد اللي بعد حسب الراف شباب في بالهم يعرفوا لو تيغر دو تازمانيا ما كتبين لو ديابل دو تازمانيا تعرفوا السيد هذاك شكون نو هذاك ويليام باتريك هتلر هتلر هذاك عمو هتلر اما اسكو صحيح ما كانش صحابه وعمه برشا وقطع من المانيا ومشى لامريكا يحارب فيه اي جو بونس اي اي لعبت قاعده نشوف الاو اي 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 جوست فما حمدي يصلح لنا المعلومه نتاع لندن خاطر وقتها كان ما عندوش باركو دونك يعملوا باركونا كيك هذاك اللي يحطوا صغار لكن الفكره ما فماش ارشيتكت وقتها ابدع فكره الباركون جاب الباركون يا اخي قال بحط صغار ماذا بيه ما عادش نرجعوا له دونك اي سي فري حكيت ويليام ذا باتريك هتلر كان عمه هتلر وخرج حاربه في امريكا يا والله حوال باه الانكدوت اللي بعد والله لو جاي تثقف فينا والله كيما في رحم والدين والدي سكرها قدور هذي وعلي يدي راهي هذي راهي اسمع شوف اسال لك حاجه سي مون ايميسيون يهديك ربي هذي تصويره يدي حل يا ولدي ركز معايا ركز هذي استنى 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 اعمل بوز يدي حل يهديك ربي والله ترى ما عادش خليوا له الالعاب حسب رايكم التصويره هذي فين بلاصه صاير ثم سامحني ثم أصغر صغار ولد صغار صغار أي ما فين في التابليسمون اللي ما فيه قصري على القصري بالذات هكا حسيتك عندهم كلاشينكوف قصري شو سيدي بسيدك ذوكم صغار سوفيتيك أما اسكو صغار حكاية تلمون في الستينات كانت الانترينمون ميليتير حاجة عادية وكانوا يقرروا صغار كيفاش ركب نجم جاوب فازي وقتها كنت فما الحرب البارده بعد الحرب العالميه الثانيه ديزاني 60 ديزاني 60 قلتها دونك لون دوكترين ما كان من جهتين وخاصه في الاتحاد السوفيتي اللي مسكرين على رواحهم دونك جو بونس لي التصويره هذه تنجم تكون صحيحه على خاطر وقتها نون سولمون يعلموا في الصغار كيفاش يتعاملوا مع السلاح ما زاد يعلموا في العائلات الكل وفي المدارس يعلموا كيفاش كي يضربوك تضرب الاتحاد السوفيتي بومبا اتوميك كيفاش نجم تتخبى في لي سوسول
فما مدن راهو تحت دبهم كوير شي اسم يتخبوا دونك جو بونس لي التصويره هذيك تكون صحيحه دونك شنو بالرقم يقولوا 100% صارت اي صارت تمام بعد الشبيبه وي برمو وي حاجه عاديك في الاتحاد السوفيتي انك تركب كلاشينكوف قبل ما تمشي تقرا الصباح فهمني ولا وانت في الترتين بالزبده لا وكان فما فما موجودين دي فوتج معناها في لي دوكيومونتير جينيرالمون على البريود هذه كيفاش في التلامذه يعني فين كانت تضرب بقنبله المدرسه انت كيفاش تتخبى تحت الطاوله وشنو التكنيك وين تهرب دونك صافي بارتي من الكورس صافي بارتي دو كوتيديان حاجه عاديه ما هذيك بالحق تصوروا ستريس باش تضربوا بقنبله ولا موتر كل معناتي وقتها في حربان ما تعرفش على روحك وقتاش تتبخر التصويره اللي بعد اطفال باه سيدي بسيتك حسب رايكم هل في 1834 فما طبيب اسمه جون كوك بنت خرج الكاتشب على اساس دواء قال امراه دواء داوي ذا وراه به للصحه ويهضم ويعاون وكل شيء وبعد حلبوا به وقالوا عليه وفيت بعد في بعد 20 سنه قالوا عليه جوست كاتشب هذا جوست حطه في الماء غمس به الحقيقه ما نعرفش بس براكم صارت الحكايه ذي ولا معناها الحكايه انه طبيب باع الكاتشب على اساس دواء وخطفت الحكايه في امريكا في امريكا تصورت صارت اي صارت صارت حتى انا قلت صارت هذيك عليه اي حتى انا سمعتك في 1834 كانوا يبيعوا في الكاتشب على اساس دواء بعد في 1950 قالوا ايه المايونيز على اساس دواء ما فما حتى ما فما عادي صارت ماما في امريكا الشراب كان ممنوع اي فما زاد ذكرنا عزوز في سرت عزيز عزيز كوكا كولا زاد كتبيع سيس دوي باش تهضم باهي تسول اللي بعد ماكاش مازالك ما تصويره مسيو السيد هذا عفوز ولا ثقفنا له جاي تعرفوا السيد هذا ولا طفل هذا صغير عمره 14 سنه اوباما لا 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 اسمه جريج اسم مش جورج يا ربي جورج اقراها لي بالانجليزي تحب تحسبني انا على نص عين غبيه في الحكايه نحبش نقرا جورج ستيني ستيني اي ستيني مش مهم اس تي اي اس تي اي دوزين او اي غريك ها ستيني ما تعرفوش حكايته السيد هذا طفل اذا اسكو صارت ولا انه او اصغر انسان تحكم عليه بالاعدام في امريكا في مقتل زوج بنات صغار في عام 44 هو مينور وقتها هو مينور عمره 14 سنه وتعدى بشيز الكتريك اسكو صارت الحكايه ولا تحكم عليه بالاعدام في اعدام شيز الكتريك في في حكم مقتل زوج بنات هاي صارت هذه صارت هذه معروفه الحكايه هاي صارت اي في ما صارت ويطمن على هذوك يوجع القلب سوسو يظل مازالوا زوج اخرين الشباب يظل يعرفوا الحكايه هذه معروفه عاد هذه شكون هاي الناس كل حبه تجاوب مانيش نتكلم هيا جابوني نعرف إجابة ما خلي اقرأ لي اسمه ليه قل لي اسمه ما مش فرانكلين ها فرانكلين شكون فرانكلين ليه ابراهام ابراهام لينكولن ابراهام لينكولن هذيك علي ما حبيتش تتكلم انا ريت ابا معروف على خاصه ابراهام لينكولن من نفس هو اللي نحل العبوديه وي با ما كان ربح فيها برشا شفت ضاع لي لسه ما عرفته اللي هو نحل العبوديه كمان اما هل كان صحيح اللي كان شامبيون في الكوميتي نتاعو معروف وكان معارك كبير ياسر كان كومباتون قوي ياسر ما عنديش معلومه الحقيقه ما وكان يفتق لي زادفيرسير نتاعو ويطيح له مقدارهم بالسبان معنا يطلع يعمل له ديسكور ويطيح له قدره ومن بعد يربح ما فهمتش يطلع يعمل له ديسكور يعمل له ديسكور ويربح نتصور ايه بقى فيكتيف ممكن اي اي كان قبل ما يكون رئيس كان كومباتون صفر هنا سكور نتاعي في اللعبه ظلي عن الاخرانيه الزحة ما عرفش علاش قلت فرانكلان جا في مخي فرانكلان روزفلت انا شفت انت غتشكي تقول هذا باش خما في فرانكلان روزفلت وهو ابراهام لينكولن باه شنو هذوما لي زوسكار هذوما لي زوسكار هل عام 1999 فما 55 اوسكار تسرقوا قبل السيريموني صحيحه ولا صارت هذي ولا قداش 1999 550 ستاتيو مش 500 ربي 55 يعني. نتصور اي كيما تصور اي اي انت ادرى لو جاي اي سور اي ليه مال جابوني لا ما عندي صارت نتصور نتصور صارت نتصور صارت لا ما صارتش ايبال او ربحت صارت عام 2000 صارت معناها صارت عام 2000 مش 1999 مش 1999 ديجا انا تولدت عمتها وما نتذكرش امي حكيت لي عليها العكاز خمسة بالحق حكيتها لك الواد اي انا وقتها عمري صفر نهار 1999 حق سرق كل زوسكار باهي شال عجبتكم اللعبة شباب ملي يا اخي سامور انا عجبتكم ولا فقرة قارة في البرنامج عجبتكم ولا لا ما عجبتكش
بالحق تريدوا كيف عاطين ويقهروا لي زوت نستاهل نستاهل الجمله اوف شربوا شوفوا العب اوف اوف شربوا شوفوا لعبه اخرى بعد المره الجايه شوفوا لعبه اخرى المره الجايه استنى فينا على الديسكارد دونك نتعداو نذكروا جست قبل نتعداو للديسكارد قبل ما نتعداو للديسكارد نذكروا اللي نحن باش نحكيوا على الاستشاره نتاع رئيس الجمهوريه نحبوا ناخذوا ديزانترفونسيون نتاع الشبيبه باش ناخذوا راي حطوا في الاستشاره هذيا حطوا بريسيزمون راهو نحبوا نعرفوا اذا كانك باش تشارك شنو هما المقترحات اللي كنت اللي تعملوهم باش تشوفوا وتشوفوهم ينجموا يبدلوا البلاد وحتى كان ما كنتش باش تشاركوا شنو هما المقترحات كمان اعطيونا مقترحات وتشوفوهم ينجموا نلعبوا نسمعوا الشباب نحبوا نسمعوا الشباب ناخذوا اول انترفونسيون قادور والشباب مازالوا مهمش حاضرين عسلامة شباب شباب وشابات الديسكورد كان هنا حبوا تشولوا مليار ديسكورد تشولوا مليار ديسكورد راه باش ياخذوا مانيش ندخلوا برشا مداخلات مكالمات مكالمات شو لو مكتوب عليك راه لو قادور يجي معنا كرونيكور نظم نظم لا منظم والله عجبني والله تصفيق قادور اليوم تعب برشا وقاعد يخدم تصفيق ليكيب تكنيك الكل يوم حاضرين بالوقت جوست لا يثبت علينا لا يزيد راهو عمل لنا جو برجوله اي محلي على سكره 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 ليكيب تكنيك يا حمدي ليكيب تكنيك ما انا قلتوش بالفرنسيه ما انا اشتاقنا اشتاق بتاعي مصلح كيب فورم ما عندي الحق نغلط هديني يا اخي ما وصلت المعلومه ليكيب تكنيك عندي ساعتين وانا ونبح كوم لو شيان نهذرب من قبيله دقدقت اي شار اي فما مادموزيل انيس مقبلك تسل استشاره شنو كيفاش تمشي شو كيفاش تمشي ليه امشي فصل الاستشاره هي معناها تكتب اي استشاره او تيري استشاره تدخل للسيت يلزمك تحط البيانات نتاعك المعطيات نتاعك بطاقه تعريف نمروك ويلزم فما انكدوت يلزم نمروك راهو يلزم يكون نمروك معمول بطاقه تعريف هذيك سينو ما تقبلش الاستشاره معناها اذا كان انت نمروك معمول بطاقه تعريف اخرى ما يتقبلش ما تقبلش الانسكريبسيون نتاعك في الاستشاره باش تدخلوا الاستشاره تلقوا دو بارتي بارتي وين تنجموا تعطي ارائكم وحدكم سبونتانيمون اسلام راني نحبك نحب نبدل كذا كذا عندي مشكله في بلديتي رجعوا لي الاكس نتاعي البارتي البارتي وين فما الاسئله باش نظام سياسي تحبوا برلماني ولا رئاسي نحكيوا على الانتخابات شنو فما اسئله من نوع علاش كيفاش تشارك ولا شنو الحاجات اللي ما يخلوكش تشارك في المنتديات ولا لي زيفينمون كولتوريل اللي يصيروا في المنطقه نتاعك فما الاجوبه خاطر ما سون تري مال بونسي مثلا خاطر ما فهميش وين اسئله وفما مقترحات وفما بارتي وين تنجم تحط اما نعاود ناكد راهو الانسكريبسيون ما تصير لما نمرو تليفونك ومعمول بطاقه تعريف نتاعك السؤال الاخر كيفاش تتبدل حاجه هذا مازال ما نعرفوش كيفاش تبدل حاجه هو الرئيس بعد ما تصير الاستشاره هذه قال باش يعمل لجنه باش تخرج منهم دي جروند ليني والشعب التونسي بعد يمشي يعمل عليهم استفتاء دونك وقتها تبدل القوانين سولو شنو الشعب حب توصل هذا التصور تاع رئيس الجمهوريه وهذا كيما حكينا في عن قضاء هذا يقولوا نسميوها الديموكراسي حاضرين ديسكورد حاضرين دور يقول لنا حاضرين ديسكورد اهلا وسهلا مرحبا ترتيو ريت ريت كي قلت لك قدور حط لنا ترتيو ريت الو نعملها بلين فازي الاوبر ترتيو امشي في صفه مسكوني نسمع فيك نسمع فيك الو الو مرحبا شكون معانا اخويا انا ساسوكي نعرفو ساسوكي انا ناروتو ذي مش ذي مش قاعد يسمع حطينا الله الله استنى دقيقه واحده مش كان انا يضل قاعد نسمع كان لو جاي كان انا نسمع وهو ما يسمعوش نسمعوا فيا ما همش يسمع لا انا نسمع فيك انا نسمع فيك ساسوكي استنى فضاها مع الشباب ها شو عملت اتون شد شد لاني شد اسمع هذا لي اعطي ذي على خاطر انا طفله على خاطر انا طفله على خاطر ذي سكسيس سامحنا ساسوكي دقيقه واحده نفضوا مشاكل تقنيه ما تنساش على الفلسه ما نعرفك ما تفهمش التكنولوجيا على خاطر لو جاي سكسيس ذي عمره ما كان سكسيس ظل غفسك لا بلاص دو لا فام سي لا كوزين لا بلاص دو لا فام والله يا فرحانيه خاطر اختف الشباب يسمعوا فيك سي ساسوكي تسمع لي تسمع توا الناس كنت تسمع انا مانيش نسمع يا ربي يا ربي على ماسك التكنيك مانيش نسمع علاش تنزل علاش تنزل شكون قالك انزل شكون قالك انزل غادي عاد وقت باه كيفاش نسمعوا هذا الحاج يمشي نورمال
أعطيه الأخرى على يتوزن الأخرى ولا قول جيل كبار في في قهوة يا ربي حط له فما إشكالية فما إشكالية قاعدين زعفس والله جيش فيك قاعدين زعفس لا تعمل عالي نزلت عليها فسا ماذا حبت لي ساسوكي تكلم ترى حسن روحي بي تكلم يا ساسوكي ماتيو باي ما نسمع ألو تسمع أنت ذي يا وليسي يا حرام يا ربي اسمع اسمع حط عليه الكادر انا وجه اشوفه تسمع انت هي تسمع احنا نسمع انت ليه انت تسمع من اي على الاخر اوكي جاكم باهي ولا هندو نحكي معي تسمع فيا جاكم باهي الحمد لله انا نحكي معها هدي اسكت انا نحكي معها هدي اسكت اسكت احكي معها انت بس عسلي مساء سوكي لبس جاكم باهي جاوي بي انا تعرف عليك نحب نحب هالبوبلي خاطر اكسبيريونس سيبرنيتيك كيما تلفزيون تحكي معلاش تدخل وتحكي وتنقش شوف ربك سبحانه يعني احنا التلفزيون تعبيد احنا التلفزيون شو شو نتحرك وخزر ويو باه خلنا نبدا نحكي معاك مدام ذي جهه سي مون ايميسيون نعاود نذكره مي جو مون فو مي جو مون فو مي جو مون فو مسيو فون افي با دووا دو مو ريبوندر كوم سا سي مون ايميسيون خلنا نشوفوا مع ساسوكي ترا لي قدوخ في اقرب نسمع رايك قولوا هل شاركت في الاستشاره ولا في الاستشاره وي استشاره وش تحب نبدلوا بعد والله في الاستشارة هاو قالوا تبعوا هيئة الحقوق والشخصيات حاجة متاع البرايفسي تابع الدولة دونك نورمالمون يل ريسبكت لي ريغل اما تقصد هيئة حماية المعطيات الشخصية اكزاكتومون هما قالوا كلمنا معناها يسون كومبلاينت كما نقولوا اش معناها كومبلاينت بالانجليزي ده انجليزي مرسي ظهرك كلمة باهية معناها تابع ثم ريغولاسيون في تونس يقولوا راهو يلزم ما تاخوش الدوني بيرسونيل وكسترا وهما تبقوها دونك نتصور حاجه باهي اما نتصور السيد عندك بيه عندك بيه يبرك كي اسمه كيف راس النهر شنو عندك بيه انا حاسه عندك بيه يبرك السيد ما نعرفش انت شنو هي رايك اي هذيك ما نعرفش هما كما قلت انت في اخر حلقه هو فما مشكله كونيكسيون مش حاجه كبيره لا جواب ما نعرفش قاعد تسمع ذي سيبا مانيش نسمع بالقديه خاطر انا ما عنده مشكله لا جاوبيه نسمع فيه جاوبيه صافي لا هذه ما فيها مشكله الرعاد الرجل الكبير ذا به اعطينا شيء اقتراحات حاب تبدلهم اما هاو واش حابين نقول هو سي تاب معناها كل سوا يفشلوا ولا ينجحوا نصور سي ان اكسبيريونس ناجحه هي خاطر يطلبوا ديريكتومون في لافي نتاع العباد وفما حتى مازلت كي قريت كتاب يقول لك فما تشالي فوتينغ بالام ام او ار بي جي معنى تولي العباد تفوتي هذه سيت اون يوتوبي الكتاب اسمه 2038 سي اون يوتوبي بازي على الانترنت يقول لك العباد تولي تفوتي اون كوميونيتي في الام ام او ار بي جي جيمز معنى يدخلوا يلعبوا في الجو يفوتيو في نفس الوقت معنى اي يقول لك الجيمرز هما اللي يفوتيو وليو في المستقبل وفما تكنيك تاع فوت اللي هما كوادراتيك فوتينغ وحاجات هكاك انا عندي سؤال راهو جست فازي كملت سي بون عندي سؤال كان يتعمل بيتكوين تونسي اسكو تستعملوه والله سؤال بالحق كاستيون بيج انا البيتكوين ولا البلوك تشين ولا ان اف تي الطاوله حبوا يدخلوا المخ فهمني ما نتصور يمكن شي كان تصير عليها اونغومو كيما الدوج كوين كتذكرها سي ساسوكي ما الحكايه واحده عملها بتفد الدوج كوين واحده عملها بتفد ليك يا اخي مشيت الحكايه معناها ابو قاعده تبرك العاده تمشي الى موضه بعد يمكنش لو غران ماغريبي يقول واي بر اما يكفوا مع التونسي تسالوا له شنو هم المقترحات اللي يشوفهم بالحق باش تبدل البلاد معناها شنو هم المقترحات اللي يشوفهم دخل جاوبوا على الكيستيون نتاعو وقال كي نتعمل بيتكوين تونسي اسكو تستعملوه ولا بالنسبه جست باش نحكي لكم على شلون تتبدل البلاد باش نحكي على الوسط 52 زاد تونس هذيك لا فيل دو تونس عندها اكزاكتومون لا ميم لاتيتود كو سان فرانسيسكو معناها عندنا اكزاكتومون لو ميم سولاي كو لا كاليفورني بالضبط معناها عندنا فرد شمس كو لا كاليفورني دونك معناها نقلوا كاليفورنيا الكل معناها عباره في كاليفورنيا النقل الايكونومي شنو هي على شنو بازي الايكونومي نتاع لا كاليفورني على شنو هل الكل واحد اللي يشوفه موجود في كاليفورنيا ينجم يعملوا في تونس كيما شنو هي كيما شنو هي تكنولوجي فيسبوك في الكاليفورني جوجل في الكاليفورني الشوا مش في السيليكون فالي هذيك ما هو في الكاليفورني
ما نعرفش ما عنديش على زيتا امريكان ما عرفش كيف يسمارش سيليكون فالي في سان فرانسيسكو. اوكي مريقل اوكي مريقل ما نعرفش المعلومة ميرسي اوتوكا كان فما بيتكوين تونسي استعملوه مريقل مريقل اخوي شيء ولي حفنة اي باي باي نستو يا جماعة جوكم به ومحلكم على الاخ يفضلك يا عايشك ميرسي بوكو ساسوك باي باي دلل عبش نعطي الذي يسمع المرة هذه هاك ذي اللي كنت نسمع ما نعرفش نقوم ما مستر في التليفون حبيت نعاونك يا اخي هردتها كنت تمشي مريقل مي باي انا انا راهو غبية في التكنولوجيا اعطيه التليفون اعطيه التليفون قدور خلي قدور التليفون المسيو قدور تفضل مش مصد الو شكون اللي بعده سويفون شكون السويفون السلام مرحبا مرحبا سيدي مرحبا تفضل شكون معانا معاكم دارك تشرفوا دارك مش عديت دارك اه ديما دارك دارك جيت معانا قبلنا وي معانا دارك اي ديما دخل معانا قبل مش اول مره دارك معانا دارك خطر انا عندي بورتمانك ماستر اوكي نتعديو نتعديو نواصلو نواصلو ميرسي لو جاي مش لو اي لو جاي مسافة مردودة عندك فكرة على الموضوع متاع اليوم انا عندي جوست استفسار اسكو الواحد باش تصير معناها الاستشارة باش تصير شاملة ولا موجهة مش معناها مش معناها باش يحطونا اكزامبل من على الشان الواد 52 شي يقول لك باش يقعد عام ولا يقول عامين ولا خمس سنين خمس لا لا لا, لا شوف فما اسئله موجهه وين باش تكون فما يسالوك على النظام السياسي على النظام الانتخابي يسالوك على الوضع نتاع المجال الثقافي في المنطقه نتاعك شنو الحاجه تحبهم يتزادوا فما بارتي هاك وفما بارتي وين انت تقترح كيف تدخل انت تعمل مقترحات تحب القانون للوا 52 تتبدل مثلا انت تعمل مقترح فهمت تحب مثلا تبدل حاجه في دار الثقافه اللي فيها بعض حومتك دونك نجم تبدل انت تقترح حاجه دونك فما بارتي فيها دي كيسيون بارتي موجهه وفما بارتي وين اللي يدخل للبلاتفورم هو اللي يقترح واضح ميرسي بوكو كاو سؤال ما تحبش تقترح انت حاجه انت شنو مثلا اعطينا اقتراح مثلا يجي في مخك ولا زوز المواضيع معناها ديبال كبار هما اللوا دو سكون دو عندي انا الباي بال الفريلانس لازم يسيبونا الفريلانس القوانين الاقتصاديه نتاعنا لازم تتبدل السيستم ادوكاتيف اكزامبل مواضيع الاساسيه الكل تري تري بيان معقول بون هذيك هي بالحق لحثها من شكل العباد توا مربوطه بين 52 خاطر حاجه غراف ان العباد باسي على جارد جونتا الفينونس في الانترنت ما تولناش تدبر راسك من الانترنت احد من الناس الباي بال كجي الباي بال راني يوتيوبر بقدري فهمني راني حل لايف انت ديجا بقدرك قدرك عالي فهمني لا لا معناها بالبز والمعنى ما يحبش معناها عسلامه عسلامه باش تخدم يوتيوبر جيت نوضح الوضعيه للشباب اللي يتفرجوا فينا خاطر توا اون مود راديو راني جيت من الراديو والله مزلز بلي سكر الراديو ديما نحب نجرب فهمت دونك فوالا باهي باهي شكون المتسابق اللي في الحافله تعداو للمتسابق الثالث لو غادو يقول لي استنى شوي نستنى قول جدور تاع الديسكورد مازي قول معنا عسلامه معنا شكون مدام تسمع في شكون هذه جدور ما في سيني دونك فما معنا شكون عسلامه عسلامه مرحبا بونجور اسمي اميمه اه عدس اميمه عندنا زوز معنا اميمه ديجا في البلاتو هاي في الحافله اميمه وديجا اميمه اللي معنا امها تطلب فيها وانا علقت عليها مش خاطر ما يخليش الليله ليلتك الليله ليلتك الذهبي والله حبيت نحكي على سيت حسيت احكي بزار شويه على خاطر ما فهميش اناف بوبليستي على السيت ما فهميش عمليات يفهموا كيفاش السيت يستعملوه كيفاش قايد كيفاش العباد اللي يسكنوا البر يقايدوا معناها سي تري مال انفورمي و تري مال كومونيكي معناها عامل بالبيه معناها من قله الانجينيوريت اللي عندنا معناها في تونس باش يعملوا سيت كيف هكاك صحيح هذه مشكله من المشاكل اللي طرحت معناها صحيح خاطر ينجموا كيك هما يعملوا اللي يحبوا عليهم فان كونت
كلام صحيح. ما تعرف شنو المشكله فيش؟ تعرف فين كومونيكي ولا كومونيكي جوست في الوطنيه اللي ما يتفرج فيها حد. معناها جدي الوحيد نمشي بعدين نتفرج معاه في الخبر شويه وتو شويه في موزايك معناها جدني جيست شويه اي ما مش الكل معناها اللي كلموهم راه عملوا اللي ما كلموهمش راه بعض. انا واحد من الناس اللي كلموني عملت لهم سوايب اب ما عندي حتى مشكل من غير وقت يصير على الرجال. باهي وميما كان تعطينا فماش عندك انت اليوم بقات على نظر على المشاكل هذوما نتاع الاستشاره والكوميونيكاسيون. كان عندك مقترحات عندكش انت مثلا اليوم كيف كان دخلت للسيت هذايا شنو المقترحات نجم تحطهم في السيت؟ ما نعرفش ما عندي حدا فكره ما لقيتش كيفاش نلوج ما حتى في فيسبوك ما عرضنيش ما تبعش التلفزه. شنو المقترحات اللي في مخك مثلا نجموا بالحق نجموا يبدلوا؟ اوكي بون نشوف ان لازم يصرفوا اكثر على وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره التربيه لازم معناها الوضع بتاع البلاد بتاعنا ماهوش كيف وضع تاع اي بلاد اخرى معناها ما نجموش يجيبوا سيستم يطبقوه في تونس يحطوه لازمنا نعملوا نحن سيستم مبني على الكونديسيون تاعنا. واضح معقول لوجيك على دونك اكثر حاجه تو في تونس نشوفها سببا هي العقليه بتاع العبيد لازم حملات توعيه لان فما برشا عبيد بتاع قارين بسيكولوجي خدموهم نعرفش يدخلوهم للليسي ينكادروا تلامذة أكثر يفهم يعملوا ماتير جديدة يعلموا فيها كيفاش العبيد تتعامل في حياتها كيفاش تخلص فاتورة الضوء كيفاش تخلص فاتورة الماء أي حاجات براتيك قوانين الطريق وزادة يعملوا مش واحد يولي بوليسي لازم يقرأ أكثر معناها يعمل عميل 3 سنين فورماسيون مش 6 أشهر نعرفش فورماسيون قدي 16 يا ذولي نعرفش عبد ماهوش نعرفش نجح في الباك الأغلبية كيفك هيك معناها الحقيقة ماهوش مش مشكلة قراية راه مشكلة مشكلة مش مشكلة قراية مشكلة العبيد كيفاش تراها الخدمة وي فما ديكالاج هذيك علاش نعم دونك لازم نشوف زيد انهم من المستحسن يعملوا دي تيست بسيكولوجيك للبوليسيين الموجودين تاع خاطر فريمون سي غراف لازمهم اول حاجه تتبدل في البلاد هي العقليه وبعدين كل شيء يتصلح وحده. واضح واضح تري تري بيان ولا بالصحه ميرسي ومايما ميرسي مدخله جميله جدا لو غادور دو ديسكورد ميرسي بوكو ميرسي لوجاي بدوك شكرا ميرسي بوكو نعرف اللي انت تعب وعندك رحله غدو وي فما ضحكني مهدي لا ما لو تسمع فينا ولا ما عايش اسمع فين دوك فمش كون يكتب لنا عجبني مادي قال لي يعملوا ماتير تعلمي كيفاش ما توليش بوليس دو ان هذا سير سو نصور كملنا اللايف وي كملنا ميرسي بوكو لوجاي ميرسي اميمه عايش عندك حاجه تحب تضيفها اميمه ولا تسلم على الناس ولا تعطيها مليون تاع الانستغرام تاعك وتخلي تخلي ميستير ميستير لو ميستير ورايش حكي ميستير كل دراغون بول تلوج عليهم خاصه في انستغرام باش تلقاو حتى شيء يعني نفس الوجهه برشا معاود برشا مرات برشا تصاور انستغرام ما في حتى اضافه فضلك بها اليوم نلقى واحد وعامل هكا تصاور هكا يصور في روحه دي بوزيسيون جوست يبدل مريول ويبيع فيهم ان اف تي ويدخل الفلوس باش معنى NFT ولا اي نعرف اي نعرف هكا يتصور رجع كادر عليا رجع هكا في الصاله يتصور هكا في البيت يتصور ويخلص الرجع ويدخل الفلوس دونك انت تو بات لونسي في الحكايه هذه جمله ميرسي بوكو قص علي تفضل تفضل اي تفضل مدام اميمه باش نقول جوست خاطر سالته العبيد على الاستشاره وانا معاه معناها ما قلتش مشكلتي مع الاستشاره انه من بعد شكون باش اللجنه اللي باش تشوف الاجوبه وشكون قال هي مش باش تبدل لنا معناها لي ريبونس اللي حاطينهم وكي جاوبنا يعني تبان عليه جار تصب الصندوق باللحمه خاطر انا غالب كل شيء نقرا بالحبس ما ايوا عندك حق اي ومن بعد هذه مشكلتي مع الاستشاره واضحه المشكله هذه مازالت الناس الكل تطرح فيها حتى الانسان ديال الرئيس راه معناها حتى الصديق السعيدي عنده مشكله ما راح كذي اللجنه شكون اللي فيها ما نعرفوش خاطر ما ندروش شكون فيها لا والله يتحسن بلاد تصفيق قضيه تحسن ما ندروش والناقص ما عطاهمنيش برشا اليوم صح قدوه صفقوا غادي زاد اللي كيف تصفق الناس الكل فريمون حاجه الكوب والله تحسن ملحوظ ميرسي بوكو شباب ميرسي اللي تفرجتوا فينا حتى لتوا ان شاء الله اللايف الجاي شباب اخبار اخرى واجواء اخرى لعب اخرى مع مسيو لا ما لا لا اميمه حبيبه الجمهور ما يجيبش بالشوف هذاك علاش ما درت كومونتير قال
ما عجبتش ما ما عجبتنيش انا ما عادش علاش ما تقطع في الحامه قلك هذاك علاش نحن قلت له عب اخرين دونك نزلنا نشوفوا العب اخرين بما انه هذه ما يعجبوهم ما رجب جيم فليش نقزوك واللي نحط لك نقطه جيم غادي يربح اللي موت له اللي فوالا ميرسي بوكو شباب على بروشين اللايف الجاي ان شاء الله في الامان باي 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 ما قلتوليش كلمتي